أرنوبي يا أرنوب. أرنوب 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 أرنوبي. هيا 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 يا أرنوبي، أنا أحبك كثيرا، أنا نون وأنت أرنوب، نحن أصدقاء. ها حسنا. رانيا. نعم يا رانيا. نعم يا نون. أرنوب يأكل الجزر. رائع. نون. ها؟ عصفوري يأكل الحبوب. ها؟ يأكل الحبوب. نعم. انظري، أرنوبي يحرك أذنيه. انظر انظر يا نون. ماذا؟ عصفوري يحرك جناحيه. حقا؟ نعم. أرنوبي أرنوبي يقفز 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 يقفز. وعصفوري يطير. يطير؟ نعم. أرنوبي يقفز أرنوبي. ماذا يفعل أرنوبي؟ اسمع يا نون. ها؟ عصفوري. ها؟ يغرد. اسمع. حقا؟ صوته جميل. عصفورك جميل يا رانيا. نعم يا نون. أرنوبي يقفز يأكل الجزر يحرك أذني. سمعت يا نون؟ صوت المفاجأة. حان وقت المفاجأة. حان وقت المفاجأة. هيا يا رانيا، أين السهم؟ أين السهم يا نون؟ نون. السهم فوق صندوق البريد. السهم فوق صندوق البريد. بسرعة يا رانيا إلى المفاجأة. بسرعة. مفاجأة مفاجأة. ما هي المفاجأة؟ ما هي المفاجأة يا ترى؟ بسرعة يا رانيا افتح الصندوق. ماذا وجدت؟ أرنوب. رانيا عصفور. انظر يا نون. أرنوب. ما هذا؟ إنها رسالة. رسالة رسالة. بسرعة رانيا افتح الرسالة واقرأيها. ها؟ اسمع يا نون، ماذا يوجد في الرسالة؟ مفاجأة اليوم تكتمل إذا اخترتم ثلاثة كائنات حية. ثلاثة كائنات حية؟ نعم. سأفكر. اسمع اسمع يا نون. ماذا؟ اتفقوا على تسمية الكائنات واذكروها جميعكم بصوت واحد. بصوت واحد بصوت واحد بصوت واحد. كائنات حية. هيا بنا نفكر. هيا سأفكر. أنا أفكر. حقا؟ نعم. رائع يا نون. أفكر. كائنات حية. تذكرت. ماذا؟ صديق الضفدع. 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 رائع يا نون. الضفدع. هيا بنا. هيا. واحد. واحد. اثنان. اثنان. ثلاثة. ضفدع. انظري. هذا الضفدع. انظر. أنت صديقي يا ضفدع. ما أجمل هذا الضفدع يا نون. هو صديقي، هل تعرفين؟ الضفدع صديق نون. طبعا، والأرنوب أيضا. نون. والآن ما هو الكائن الثاني الذي سنسميه؟ حسنا، سأفكر أيضا. أنا سأفكر أيضا. كائن حي. كائن حي. نعم. لم أعرف. ما رأيك؟ رأيي بالبطة. بطة بطة بطة. أنا بطة بطة بطبوطة. أنا بطة. هيا بنا. هيا بطة. واحد. واحد. اثنان. اثنان. ثلاثة. ثلاثة. بطة. بطة بطبوطة. انظر يا نور. ما أجملك يا بطة بطبوطة. بطة جميلة. بطة جميلة. بطة لطيفة. بطة لطيفة. بطة جميلة. البطة كائن حي يا رانيا. طبعا يا نون، البطة كائن حي. والضفدع أيضا. والضفدع كائن حي. الضفدع والبطة. والآن لنفكر. هيا بالكائن الثالث. أنا أفكر. هيا هيا. فكرت يا رانيا. ماذا؟ الطائرة. الطائرة يا نون. الطائرة كائن حي. نعم. هيا نقول واحد اثنان ثلاثة. طائرة نون. ها؟ الطائرة
ليست كائنا حي. الطائرة لا ليست كائنا حي. لا يا نون. حقا؟ نعم يا نون. هيا بنا. اعتقدتها كائنا حي. لا لنفكر لنفكر. نفكر من جديد. قلنا الضفدع، البطة، الضفدع، الطائرة. لا لا لا. رانيا. نون. وجدتها. أنا أيضا. حقا؟ نعم. ما هي؟ قولي معي، 1 2 3. فراشة. فراشة. أنا أيضا اخترت الفراشة يا نون. هيا بنا نقول. أنت أيضا اخترتي فراشة؟ نعم نعم. هيا بنا. أنت مثل نون. نعم. 1 2 3. فراشة. هذه فراشتي فرفوشة. فراشة فراشة يا فراشة الجميلة. أهلا بك أيتها الفراشة. كيف حالك يا فراشة؟ نون إنها تطير قربك يا نون. ما أجملها. حطت على رأسي. ما أجملها يا نون. هيا طيري طيري يا فراشة. انظر انظر يا نون. طارت. انظر يا نون. حطت على كتفك يا رانيا. فراشتي عودي عودي. ما أجملها. تعالي تعالي. نون يحبك كثيرا. هيا اذهبي إلى. هيا إذا تعالي. حطت على أنفي. فراشتي يا فراشتي. ما أجمل هذه المفاجأة. أعرفك يا نون. أعرفك على أرنب. أرنوب صديقي. أرنوب 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 ارسم لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أرنوب الرسام. نرسم شكلا ونضيف